جدل واسع أحدثه النطق بالحكم على عنصر المخابرات المنشق في عام 2012 إياد الغريب، بين من رآها عدالة انتقائية ومن رحب بالخطبة على أنها بداية مسار حقيقي للعدالة الانتقالية وما فيها من جبر للضرر واقتصاد من المجرمين. أثارت محكمة كوبلينز العديد من الأسئلة عن العدالة الانتقالية في الحالة السورية المعقدة. هل تحققت شروطها؟ وهل تبدأ هذه العدالة بمحاكمة المنشقين أم بمحاكمة رموز ومناصب حساسة ارتكز عليها النظام بجرائمه؟ كثرت الأسئلة، إلا أن الجلسة قد رفعت، بينما يترقب كثيرون تبعات هذه المحاكمة وأي تفاصيل جديدة في خط العدالة الانتقالية في الوضع السوري. أهلا بكم في الصالون السياسي. تهدف العدالة الانتقالية بمفهومها إلى التعامل مع الانتهاكات الجسيمة معاملة قانونية لفرض المساءلة وتحقيق المصالحة وصولا إلى جبر ذوي الضحايا ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات. العدالة الانتقالية المصطلح الذي عرفه السوريون منذ سنوات وشددت عليه منظمات وندوات كثيرة، أثار طرحه جدلا واسعا في الأوساط السورية لتعدد الانتهاكات وطول فترة الحرب واتساع المأساة وحجم ضحاياها. مذكرات توقيف بحق شخصيات تابعة للنظام تم استصدارها في دول أوروبية مختلفة، وقضايا تم رفعها ضد مسؤولين أمنيين في نظام الأسد أمام بعض المحاكم الأوروبية، كان أبرزها في فرنسا، في حين تم تقديم ضباط أمنيين منشقين للمحاكمة في ألمانيا ليصدر الحكم أخيراً بالسجن 4 سنوات ونصف بحق إياد الغريب الأمني المنشق عن النظام بتهمة التورط بارتكاب انتهاكات في سوريا. الحكم على إياد الغريب رآه فريق من السوريين أنه بوابة لملاحقة مجرمي الحرب وبوابة لتحقيق العدالة الانتقالية، في حين رفضه فريق يرى فيه أنه عقاب غير عادل يطول المنشقين الذين يجب أن يكونوا شهوداً على جرائم النظام لا متهمين أمام تلك المحاكم. وفي ظل كل تلك الظروف والمشهد السوري المعقد، كيف يمكن تحقيق العدالة أمام الواقع السوري وتعنت النظام بسبب دعمه الروسي وسعيه إلى انتخابات جديدة قد تطيل عمر أزمة السوريين وسط عدم وجود أفق لحل قريب؟ لمناقشة الموضوع أرحب بضيوفي عبر خدمة سكايب من إسطنبول، القاضي السابق والمستشار القانوني لدى منظمة اليوم التالي الأستاذ أنور مجني، ومن مكتبنا في غازي عنتاب معنا الضابط المنشق ورئيس المجلس العسكري السابق في حلب العقيد عبد الجبار العقادي، ومن برلين تنضم إلينا عبر سكايب المحامية السورية العاملة في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان جمانة سيف. أهلا بكم ضيوفي الأكارم، مساء الخير لكم جميعا. سيد أنور، أبدأ مع حضرتك، يعني بعيدا عن قضية محكمة كوبلينز وإياد الغريب، نود منك موضوع الحلقة عن العدالة الانتقالية، لذلك نود منك تعريف مبسط لهذا المصطلح وعلى أي أساس تقوم هذه الفكرة؟ تحياتي وشكرا لك، تحياتي للضيوف والمشاهدين. العدالة الانتقالية بيكون لها الهدف الأساسي هو معالجة الإرث الطويل من الانتهاكات والنظام الشمولي للانتقال إلى مرحلة احترام حقوق الإنسان وضمان عدم التكرار. تتضمن جملة آليات مثل المحاسبة وكشف الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات وأحياء الذكرى. هي إذن جملة آليات مترابطة تؤدي انتقال المجتمع من عهد انتهاكات طويلة جسيمة لحقوق الإنسان إلى عهد احترام حقوق الإنسان. السيدة جمانة، مرحبا بك مجددا. اليوم من أين تتأتى أهمية تفعيل هذا الخط، خط العدالة الانتقالية في الوضع السوري، ومن أين يجب البدء به؟ مساء الخير، مساء الخير للجميع، ومساء الخير لسيادة العقيد والأستاذ أنور. العدالة الانتقالية يعني مسار ضروري جدا للوصول، يعني مثل ما بيقولوا، للسلام المستدام مثل ما بنقوله،
وأحد آليات الأساسية هي الملاحقة القضائية. أنا برأيي بدون محاسبة، بدون ملاحقة قضائية وتحديد الانتهاكات اللي ارتكبت والمسؤولين عن ارتكابها، يعني ما بتحقق السلام. فمن هون إذا بتسمح لي أنا بشوف القضية بالشكل التالي: مع بداية الثورة بال 2011 ومع الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت من النظام السوري، صار في مطالبات لتحويل هذا الملف إلى يعني إلى العدالة الدولية، إلى محكمة الجنايات الدولية، ونعرف إنه اصطدمت هذا بالفيتو الروسي. من هون بألمانيا مع وصول عدد كبير من اللاجئين ومع مراكمة للأدلة والوثائق والشهادات اللي تراكمت عبر الوقت، هون صار انطرح موضوع قضية تفعيل الولاية القضائية العالمية كمسار بديل. بالوقت اللي انطرح فيه كان فعلا يعني القضية بالنسبة للخبراء وبالنسبة بقصد الخبراء القانونيين هي يعني هدف صعب جدا التحقق، وانه ما سبق بالعالم انه انطرحت وصار جرى محاسبة بظل وجود النظام. راكمت هذا العمل مع العديد من الشكاوى منا على أجهزة المخابرات، جهاز المخابرات العامة، الشرطة العسكرية، المخابرات العسكرية الجوية، صيدنايا، كل هاي راكمت مجموعة من البيانات والأدلة وشهادات الشهود، إلى أن أتت بقى ظهور أدلة جديدة طرحت بألمانيا وأدت إلى تحقيقات أدق وأشمل إلى أن وصلت إلى هذه المحاكمات. وإذا بتحب بنحكي عن هذه القضية بالتفصيل كمان. قبل أن نغوص في التفاصيل أستاذة جمانة، هل تعتبرين أن محاكمة إياد الغريب وأنور رسلان أيضا بداية هذا المسار، مسار العدالة الانتقالية، حتى لو كان في ظل وجود النظام حاليا؟ نعم بالتأكيد. يعني أنا بقول إنه هذا المسار وهي التحقيقات هي عم تكشف الحقائق يعني تثبت بوثائق قضائية ما جرى في الأجهزة الأمنية. وإذا نحن منشوف حيثيات الحكم يلي صدر وقرته القاضي في كوبلينز، هي حقيقة هي إدانة، هو أول قرار قضائي اللي فيه إدانة للنظام السوري بالمجمل. أي نعم هو ثبت مسؤولية إياد غريب الفردية، ولكن ثبتها ضمن السياق العام. يعني الحيثيات، إذا أنا عندي وقت سريعا بقول تفضلي، دخلت حيثيات القرار بالوضع بسوريا من حتى قبل حافظ أسد، قبل 1970، ثم 1970، وكيف حافظ الأسد عمل على والأجهزة الأمنية يعني على زعزعة الثقة بين السوريين وعلى التجسس والمراقبة والاستثمار، وثم بعدين القمع اللي صار، ذكرت المجازر التي ارتكبت في سوريا، بعدين تم ذكر لفترة ربيع دمشق يلي هو انفراج بسيط صار على هذا المستوى، وبعدين جرائم بشار الأسد أو قمعه وارتكاباته ضمن الفترة إلى أن جاءت الثورة وأثبت القرار المجازر يلي ارتكبت، ونوه إلى أساليب أجهزة الأمن في قمع السوريين، نوه إلى الطرق اللي استخدموها، وأيضا نوه إلى التضليل الإعلامي اللي مارسه النظام السوري عبر رسالته اللي بيوجهها أو سرديته، أنه هو متوجه، هو عم بيقضي على الإرهاب لأنه هدول الإرهابيين. فهو ثبت الثورة في القرار القضائي، ثبت سلمية الثورة في القرار القضائي، وقالت أنه بالشهور الأولى كانت الثورة سلمية وما دفع هو عنف النظام. هذا كله مثبت في قرار قضائي ولأول مرة. من هون أنا بشوفه أنه هذا فعلا إدانة للنظام السوري، وبشوفه ورقة هي البداية، يعني مع الترحيب الدولي فيه. فهو أعتقد ونأمل أنه نحن سنسعى أنه هو يكون هو البداية
ولخطوات لاحقه دوليه، وانه يجب طبعا الضغط عن طريق كمان المناصره السياسيه بهذه القضيه يعني. طيب عقيد عبد الجبار، مساء الخير مجددا، انت منشق عن النظام، ولربما ترى موضوع العداله الانتقاليه في الوقت الحالي من زاويه اخرى، تفضل. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الأعزاء. يعني في الحقيقة العدالة الانتقالية هي مطلب لجميع السوريين، مطلب أساسي لنا جميعا بتحقيق العدالة الانتقالية، ولكن في المكان والزمان المناسبين. العدالة الانتقالية إن لم تتحقق لن تستقر سوريا أبدا، سيبقى هناك الثأر والانتقام على المستوى العائلي والمستوى المناطقي والمستوى الطائفي، وبالتالي العدالة الانتقالية هي مطلب لجميع السوريين، ولكن ما حصل هي عدالة انتقائية وليست انتقالية بكل أسف، بمحاكمة أنور وإياد بابتداء باثنين من المنشقين الذين رفضوا أن يكونوا مع هذا النظام المجرم وانشقوا باكرا وانحازوا إلى أهلهم وإلى ثورتهم، وحتى عندما كانوا ضمن النظام كانوا يعني في هناك شهادات كثيرة ومتعددة بأنهم كانوا يساعدون الناس ويهربون بعض الناس ويبلغون بعض المطلوبين، ولكن يعني هناك مفهوم نفهمه نحن شيء وتفهمه القاضية الألمانية أو القضاء الألماني شيء آخر، بأن تسأله لماذا لم تمنع رئيسك من اعتقال أو من التعذيب، من يجرؤ على أن يمنع حافظ مخلوف أو يمنع أجهزة الأمن أو الضباط؟ خلينا نتكلم بكل صراحة، والموضوع ليس طائفي، ولكن من يستطيع أن يمنع مساعد علوي من التعذيب ومن الاعتقال؟ علي حبيب، العماد علي حبيب، كان وزيرا للدفاع، وعندما استنكر عليهم إدخال الجيش وزج الجيش في قمع الشعب وإدخاله إلى المدن تم إقالته، ولولا أنه أحد رموز الطائفة العلوية وأحد كبار الضباط الذين رافقوا حافظ أسد في كل معاركه وفي كل قمعه في الثمانينات ربما لزج به بالسجن أو تمت تصفيته، أيضا داود راجحة. وبالتالي هذا المفهوم لا يمكن لضابط أو صف ضابط مثل إياد غريب مساعد أن يستطيع أن يمنع هذه الاعتقالات أو هذا التعذيب، فهذا المفهوم فيه ظلم. إياد غريب ورسلان كان يجب محاكمتهم على أنهم شهود، وفيما بعد عندما فعلا تتحقق شروط العدالة الانتقالية ويمكن تطبيقها على الجميع، على جميع من ارتكب مجازر في حق الشعب السوري، يمكن محاكمتهم إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم أو تجاوزات بحق الضحايا. لا أحد يقول أن الانشقاق يجب ما قبله أو يجب الانشقاق عدم محاكمة إذا ارتكبوا جرائم أو أحد يفرط بحق الضحية بمحاكمة الجاني، ولكن هذا إن تطبق هذا الشيء أو هذه العدالة أو هذه الولاية القضائية العالمية على الشبيحة المنتشرين في كل دول أوروبا، على البيكيكي الموجودين وقادتهم الذين يزورون أوروبا ويلتقون مسؤولين رغم أنهم مصنفين في أوروبا على قوائم الإرهاب، يقوم بمظاهرات شبه أسبوعية في كل دول أوروبا، مسؤولين. إذن أنت باختصار عقيد عبد الجبار، كبار مجرمي هذا النظام، أنت ترى بأن الوقت ليس مناسبا ولم يحن الوقت بعد للبدء بتفعيل مسار العدالة الانتقالية من حيث الزمن ومن حيث الأشخاص، أيضا طبيعة الأشخاص إياد الغريب وأنور رسلان؟ يعني أنا لا أقول الزمن لم يأتي، ولكن هناك مجرمين كثر. جميل حسن الذي تم وضعه على محاكمته من قبل المركز، من قبل الأستاذ أنور مع كل التحية له، ولكن زار لبنان وتعالج في لبنان ولم يستطع أحد القبض عليه. علي مملوك كبير مجرمين هذا النظام، يزور أوروبا ويزور إيطاليا ويزور دول عربية ولم يقبض عليه أحد ولم يحاكمه أحد. إذن الانتقائية في الموضوع، نحن نطالب بأن تتطبق هذه العدالة الانتقالية على الجميع بما فيهم أنور وبما فيهم إياد غريب وبما فيهم كل من ارتكب جرم بحق الشعب السوري. أستاذ أنور، بعجالة قبل أن أسألك سؤال آخر، من خلال متابعتك لوقائع المحاكمة هل هناك أي ثغرات لاحظتها؟
بس اسمح لي أوضح أن مسار العدالة الانتقالية يبدأ بمشروع وطني سوري. اليوم ما يحدث في ألمانيا أو غيرها من الدول الأوروبية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية هو ربما مخاضات تؤسس أو تساهم أو تساعد لاحقا في مسار العدالة الانتقالية. اليوم لم يبدأ مسار العدالة الانتقالية كمشروع وطني. وخلينا نحط القضية في إطارها الحقيقي، يعني اليوم اختلاف السوريين حوله يمكن بسبب تضخيم القصة. القضية هي قضية نظر فيها القضاء الوطني الألماني، هي لا تدخل في مسار العدالة الانتقالية مباشرة، ربما هي تساعد على التأسيس لها، وهي أيضا ليست بمفهوم الأممي، يعني هو ليس قرار أممي. قضاء ألماني في شخص على أراضي، رأى القضاء الألماني أن هذا الشخص ارتكب جرائم ضد الإنسانية ويجب محاكمته، في أدلة وفي ضحايا وتأكدوا أتيحت له فرصة المحاكمة النزيهة العادلة مع ضمانات التقاضي وحقوق الدفاع وصدر الحكم والحكم محل احترام. لكن لو كان المسار العدالي الانتقالي هو مسار وطني أكيد رح يكون في أولويات، وهذا المسار يتم بناؤه بشكل أكثر وضوحا. فممكن لو كان المسار يبدأ بمسار، لو بدأنا بمسار العدالة الانتقالية كحالة وطنية أن نبدأ بكبار المنتهكين ولا نبدأ بالمشقين، هذا طبيعي. لكن اليوم القضية ينظر فيها القضاء الألماني. لكن اسمح لي أوضح ناحية مهمة في هذه القضية، يعني تم الحكم بناء على مفهوم جرائم ضد الإنسانية. جرائم ضد الإنسانية بطبيعتها وبتعريفها وفق نظام روما المؤسس للمحكمة الجنايات الدولية بيقول أنها يجب أن حتى تتحقق الجرائم ضد الإنسانية أن تكون ممنهجة وواسعة النطاق، وبالتالي هذا اللي خلى المحكمة تتأكد من المسار اللي صار في سوريا وتأكدت أن هناك انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين حدثت في سوريا، وبناء عليه تم الحكم وفق مفهوم جرائم ضد الإنسانية. فيمكن الاستفادة من هذا الحكم لاحقا لتثبيت أن هذا النظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية ولاحقا جرائم الحال. طيب، هذا بعتقد الأمر المهم في هذه القضية. أستاذ أنور، ما شروط تحقيق هذه العدالة الانتقالية في ظل الوضع السوري المعقد؟ هلا يعني نعرف نحن دائما المسار الحقوقي يصطدم بالمسار السياسي، واليوم القضية السورية قضية تم تدويلها، وبالتالي مسار العدالة الانتقالية هو رهن الاتفاق السياسي الذي سيحدث في سوريا لاحقا. أكيد نحن واجبنا كحقوقيين منظمات حقوقية الضحايا وذوي الضحايا أن ندفع دائما باتجاه أنه لا يمكن تحقيق هذا السلام إلا بناء على مسار عدالة انتقالية يضمن المساءلة والمحاسبة. أعتقد هذا دورنا. واليوم أكيد في تحديات تواجه مسار العدالة الانتقالية، نعرف كل ما طال أمد النزاع وزادت الانتهاكات وزاد التدخل الدولي، وحتى لما بتتورط باقي الأطراف في الانتهاكات ربما يطلع رأي سياسي أن العدالة الانتقالية قد تعيق مسار السلام. دورنا نحن كحقوقيين كمنظمات حقوقية أن نوصل صوتنا وصوت الضحايا أن السلام في سوريا لا يبنى إلا على العدالة، والعدالة لا تبنى إلا على المساءلة والمحاسبة ضمن مسار عادل يضمن تحقيق الحق للجميع. أستاذ الجمانة، الأكيد أنك تابعت الجدل والانقسام الحاصل بعد النطق بالحكم على إياد الغريب، وهناك من سأل ألا يمكن أن تكون محاكمة إياد الغريب سببا في ألا يدلي الضباط المنشقون بشهاداتهم حول الجرائم المرتكبة من قبل نظام الأسد، وكيف قرأت هذا الجدل أيضا؟ الصراحة أنا يعني يلي بيعنيني بشكل مباشر وبشكل أساسي هو الضحايا، منطقة يعني، وعم بحكي بالمنطق تبعهم، بالضحايا يلي هن الموجودين اللي تعرضوا لتم اعتقالهم، تم اقتيادهم لهذا الفرع، وعانوا يعني كل أنواع التعذيب والمعاملة اللا إنسانية وظروف الاعتقال يلي كلنا منعرفها واللي تأثرت حياتهم بشكل مباشر. وهدول اللي نحن باسمهم كلنا كسوريين نحن عم نطالب مثل ما قلت انه بالعدالة من البداية، يعني مع صدور اول تقرير للجنة التحقيق الدولية
بتشرين 2011 ومع يعني ثبوتها على المستوى الدولي أو وجودها في تقارير دولية، صار بدأت المطالبات بإحالته لمحكمة الجنايات الدولية أو للقضاء الدولي، لأنه نحن بنعرف أنه القضاء الوطني ما هو مؤهل أو ما رح ينظر فيه كونه هو تابع للنظام اللي هو عم يرتكب هاي الانتهاكات. فإذا وقت بصير هاي التحقيقات وبتبدأ وبتصير تحقيقات مثل ما قلت لفرع الخطيب، وبصير التركيز على هذا الفرع، ويظهر من مجموعة المعلومات والشهادات اللي حصلت أنه أعداد كبيرة جداً من المدنيين تم اقتيادهم وتم لهذا الفرع وتم هذا المعاملة. وقت يظهر لاحقا يعني أثناء التحقيقات أن اثنين من اللي كانوا موجودين واللي هن جزء من هاي الجرائم واللي يعني شركاء بهاي الجرائم، بغض النظر أنه أحدهم ضابط والثاني إياد مساعد، ولكن هم من اقتادوا، في منهم من عذبوا أو أعطوا أمامر التعذيب بالنسبة لأنور وإياد، أنه اقتاد من المظاهرات السلمية وفي دوما بالذات يلي منعرف ماذا تعرضت دوما وكيف لشو تعرضوا أهالي دوما بالذات ب 2011، يعني من اقتيدوا إلى هالفرع وهو يعلم، وهو هذا اللي جاء بالقرار، وأنه هو يعلم وسبق قال في شهادته أنه أنا كنت أسمع أصوات التعذيب من الكافيتيريا بالفرع، كان يقتاد الناس ويوصلهم لهذا الفرع يلي بيعرف هو مصيرهم إما القتل أو التعذيب أو يعني وكل الجرائم. وقت بيكون موجود من منطق الضحايا أنا ومن المنطق القانوني، يعني طبعا أنه ما بقول لهم أنه لحظة بدنا نوقف هلأ لنشوف لنبدأ العملية بعدين وهيك بأجل، إذا هدول الجماعة من المنشقين فمن جماعتي فأنه ما بدنا نحاسبهم هلأ. بصراحة هذا منطق بالقانون يعني لا يستوي. بالنسبة للضحايا من حقهم أنه الانتصاف، من حقهم أنه يحكوا ويعلوا صوتهم باللي تعرضوا له، من حقهم يكشفوا ممارسات هذا النظام، من حقهم يطالبوا يعني بالعدالة وبإيقاع العقوبة من على المرتكبين شو ما كان دورهم حتى لو كان جزء. شغلة أخرى أنا بس بدي أقولها، بدي أعقب على زيادة العقيد وقال ما تفضل فيه، أنه أول شيء نحن عم نحكي عن أجهزة أمن يلي هي أساساً هاي الأجهزة الأمن نحن كلياتنا بنعرف شو هي وشو دورها للسوريين. المتهمين وإياد تحديداً من صدر الحكم فيه هو يعمل في الأجهزة الأمنية من 1996، يعني لسنوات طويلة، وقضية أنه لم يكن يستطيع أنه يوقف التعذيب بحق الآخرين، أنا برأيي أنه من يكون جزء من أجهزة الأمن هو عطى موافقة مسبقة للاشتراك بهي الجرائم، لأنه هو يعرف ما يحصل بأجهزة الأمن، وبنعرف أنه يعني أجهزة الأمن تنتقي عناصرها يعني والموظفين انتقاء بالذات. ومع ذلك إياد غريب انشق، وهذا حسب له هو مقدر، يعني أخذ بهذه الحيثيات كلها، قدم معلومات تفيد العدالة وهذا حسبته المحكمة، حتى في الضحايا عدد الضحايا يلي وذكرت بالواردة بالتهم يعني 30 معتقل، ذكرت القاضية أنه العدد قد يكون أكبر من هيك بكتير وهذا هو المرجح، ولكن أنا سأخذ يعني بمعنى الحد الأدنى لتكون العقوبة مخففة. يعني أنا بشوف كمان أنه هون في عدالة، أنه إياد غريب حصل على محاكمة عادلة بمعنى وجود محاميين وهن المحاميين أقوياء، تقديم كل السبل هو ليقدم كل الأدلة بمن يشهد معه وليس ضده، حصل على محاكمة علنية بكل الظروف وما زال لديه فرصة لاستئناف الحكم. فأنا بشوف أنه كمان من هاي الناحية
وأنه يؤخذ بكل هاي الحيثيات، لأنه هو سقف الحكم بالاشتراك والتحريض والتواطؤ في هذه الجرائم أنه قد يصل إلى 15 سنة، فأنه تؤخذ هذه الحيثيات لتخفيف الحكم بظروف ما فيها الخطر على حياته، مثل ما هو اقتاد الناس، كان يقتاد الناس قد يكون للقتل وللتعذيب والمعاملة اللا إنسانية. أنا عم بحكي برد بركز وبقول أنا عم بحكي من منطق الضحايا، وأنا في طرفهم وأنا بشتغل معهم من سنوات، ولكن بعرف يعني أجهزة الأمن وتعاملها وهيك من عشرات السنين، وكلياتنا عانينا من هذا الأجهزة. فإنه كونه جزء من هذا، أنا بعتقد من يكون جزء من الأجهزة الأمنية رضي إنه يكون جزء منها لدوره، يعني فليتحمل المسؤولية. يعني قدامنا أمامنا نحن كلنا سوريين، وأنا برأيي العدالة طيب. ما بتتجزأ يعني. عقيد عبد الجبار، كما تعلم في أوروبا هناك الكثير من الضباط المنشقين، ومنهم من يدور حوله عدد من إشارات الاستفهام حول اسمه. طيب، إن كان الانشقاق لا يجب ما قبله، هذا ما قلته قبل قليل، إذن ما المعايير التي يجب الاستناد عليها لمحاسبة هؤلاء إن كان المسار هكذا؟ يعني الظرف الحالي لا يسمح بأن يتم البدء بتفعيل مسار العدالة الانتقالية من قبل المجرمين، ومن ثم الانتقال تدريجيا إلى مرتكبي باقي الانتهاكات. نحن لسنا ضد محاكمة المجرمين، ولسنا ضد محاكمة من ارتكب جرائم الحرب بحق أو الجرائم التعذيب إن كانت، أو انتهاكات بحقوق الإنسان أو بحق أي ضحية من الضحايا. ولكن أنا كما قلت هناك أسباب، يعني عندما هذا المساعد أو صف الضابط ينشق في العام 2011، يعني مبكرا جدا، بمعنى هذا يعني بأنه رفض. لو لم يكن يرفض، لو كان متماهي مع إجرام الأسد، مع إجرام هذه العصابة، لبقي ولأمن على نفسه. يعني النقطة هنا بأن الآن جميع المنشقين يعتبرون هم أصبحوا مشاريع لمحاكمتهم فيما بعد من قبل هذه المحاكم، وترك المجرمين الحقيقيين. يعني على سبيل المثال مجدي نعمة، إسلام علوش الآن الذي ذهب ليدرس ليكمل دراساته العليا في فرنسا، وتم تقديم بلاغ بحقه، ومنذ سنة وثلاث أشهر لم يحاكم. كيف المحاكم ومحاكم أوروبا التي كلنا نعتقد بأنها هي محاكم عادلة ونزيهة يمكث فيها مجدي نعمة، الأستاذ مجدي، سنة وثلاث أشهر بدون محاكمة؟ وما الذنب الذي ارتكبه إذا كان يتهمونه بأنه لأنه تابع لجيش الإسلام أو الناطق الرسمي بجيش الإسلام؟ فهو كان موجود أغلب وقته خارج الغوطة وخارج وموجود في تركيا. إذا كان سيعاقب لأن يحاكم لأن هي محاكمة للفصيل، فهذا يعني من الأولى أن يحاكم الجعفري، بشار الجعفري الذي هو ناطق ومدافع عن منظومة الإجرام الأسدية. كان من الأولى أن يحاكم محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام العراقي، لم يحاكموا هؤلاء. لماذا يحاكم مجدي نعمة وهو ضابط منشق منذ البدايات وكان ناطقا رسميا، لم يشارك في المعارك، لم يشارك في أي شيء؟ حتى لو شارك في المعارك، هذه المعارك التي هي دفاع عن النفس، جميعنا شاركنا في معارك دفاع عن أهلنا وعن شعبنا، ونحن نفتخر في هذا الموضوع، ولا هذا ليس موضع عيب بالنسبة لنا. ولكن أصبح الآن كل ضابط منشق مهدد بأنه سيحاكم قبل أن يحاكم الضباط المجرمين الذين ما زالوا على رأس عملهم، يقصفون الشعب بالدبابات والمدفعية والصواريخ والكيماوي. الذين استخدموا الكيماوي ما زالوا أحرار طلقاء، ويحاكم الضابط الذي شق. يعني يجب أولا هنا فهم كيفية الانشقاق. هذا الضابط أو صف الضابط الموجود، أولا موجود صف ضابط في جهاز الاستخبارات، هو موجود لأنها لقمة العيش ولأنها وظيفة كان يبحث عنها. انشقاق الضابط يعني موته. يعني دعني أتكلم بدقائق عن موضوع الانشقاق وتفسير الانشقاق. الضابط عندما يفكر بالانشقاق ويبدأ مرحلة الانشقاق، وخاصة في المراحل المبكرة من عام 2012 و2011، يعني هو عرضة، هو وزوجته وعائلته وأهله جميعا للاعتقال والموت، وكثير من الضباط المنشقين تم اعتقال جميع أهاليهم. فهذا الموضوع ليس بالسهل. هذا الضابط أو صف الضابط الذي غامر كل هذه المغامرة وترك النظام ولم يقبل أن يبقى مع هذا النظام
وإجرامه، وعندما سنحت في أول فرصة سمحت له بالانشقاق انشق عن هذا النظام، هل يعقل أن نبدأ بمحاكمته في البداية ونترك كبار المجرمين أحرار طلقاء؟ هذه النقطة التي التي الشعب السوري حقيقة حصل اللبس حولها والجدل، وليس أبدا يوجد أحد ضد محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري وبحق الضحايا والسجناء والمعتقلين. إذن العدالة الانتقالية في سوريا من أين يبدأ المسار؟ مستمرون معكم في الصالون السياسي، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. إدلب في عين الحدث الآن، 6 حروب خاضها نظام ضد السوريين والأمم المتحدة مشكورة الحقيقة ترصد وتوثق. هناك الآن خلافات تضرب بين فصائل التسوية نفسي، هنا قيل بكت عيني على أطفال درعا فقد شاهدتهم بالأمس صرعى بدرعا خارج من زلزال. فالنظام أبدع الحقيقة في رسم لوحات الهدم، فن الهدم. ثعلب الدبلوماسية السورية والكلام على ذمة المؤيدين للناس فيما يقولون مذاهب. طبعا الروس يقولون إن الإسرائيليين قالوا لنا سنخصف في الشمال فقصفنا في الغرب. من جيوب الأهالي يريد النظام إعادة ما يستطيع إعادته من الخدمات. لا سوري على وجه هذه الأرض سعيد بلجوئه في أي دولة سعيد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، سنستعرض في هذا الجزء بعض الآراء التي تم طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية محاكمة إياد الغريب والتي أخذت صدى وتفاعلا على وسائل التواصل. نبدأ من تغريدة الدكتور عبد العزيز النجيب على حسابه في تويتر، يقول الدكتور عبد العزيز: ما زلت أقف حائرا عند قضية إياد غريب وأجدها محاكمة سياسية وليست نزاهة قضاء، وأرى أن الشعب السوري سيدفع ثمنا حيازه للثورة ووقوفه في وجه نظام كان وما زال يخدم كل مخابرات العالم على حساب الشعب وحقوقه وأهدافه، ولعل العدالة تتحقق بمحاكمة كل متهم وفق معتقده. أستاذة جمانة، ما رأيك بهذه التغريدة؟ هل هي فعلا محاكمة سياسية؟ هل القانون تحكمها السياسة كما قالها هيثم المالح مرة؟ ما بعتقد إطلاقا. أنا بعتقد أنه المحاكمة إذا كان في البداية ألمانيا وضعت هذا الموارد مثل ما بيقولوا في واللي بدأ التحقيقات، فهو بعتقد أنه دوافعه هو إنصاف الضحايا أو يعني إعطائهم بارقة أمل أنه على الأقل في أكثر من 1,000,000 سوري وصلوا، في عدد كبير منهم من الضحايا اللي تعرضوا لهذه الانتهاكات. يعني إذا في رسائل، إذا بدنا نقول رسائل سياسية، فهي رسائل بمعنى يعني إعلاء قيم العدالة. أنا هي قناعتي من خلال متابعتي للمحاكمة وما جرى في المحاكمة. أما أنه يعني هي محاكمة سياسية للمنشقين، يعني بعتقد هون في شوي في عدم وضوح أو في خلط. في نقطة ثانية أنا بحب أحكي فيها، يلي هي كمان يمكن بمهم أنه نميز، يعني وقت منقول منشقين وهي ملاحقة للمنشقين بشكل عام وهيك، إنه هذا الكلام مو كتير دقيق. لأنه أول شيء نحن عم نحكي عن جرائم ارتكبت بشكل ممنهج واسع النطاق في الأفرع الأمنية، فإذا هم ما كانوا شركاء في ارتكاب هاي الجرائم، بهاي جرائم التعذيب والقتل والحرمان من الحرية والمعاملة اللا إنسانية اللي ارتكبت، وهذا تسري فقط على من كان شريك في المعتقلات، ولا يعني إذا بنقول منشقين ضباط الجيش أصلاً في قانون مختلف، هو القانون الدولي الإنساني اللي بيحكم هاي العلاقات. دفاع عن النفس بالقوانين الدولية هو غير مجرم،
فهذا الخلط يعني بين أنه منشقين بشكل عام سواء كانوا منشقين بالجيش وأنه كل ما قاموا فيه بالدفاع بالجيش الحر والدفاع عن أنفسهم والدفاع عن السوريين الثاني أنه هو سوف يجرم وسوف يستهدفون، هذا كلام مو دقيق يعني إطلاقا. ربما دوافع هذا السؤال أستاذة جمانة أن كثير من الشبيحة في أوروبا والمؤيدين للنظام ومنهم من ينشطون ككيفورك المسيان أيضا ولا تتم ملاحقتهم أيضا. أستاذي العزيز، أنا يعني من الأشخاص بقدر أحكي عن نفسي أنه لم يحصل أنه تواصل معي أي حدا كائنا من كان يعني من السوريين عم بيقول عن أشخاص أو معلومات وأني أنا أهملت هذا الموضوع. في كل الأوقات اللي أنا بتابع معهم بالتفاصيل أنه الأدلة والحيثيات والهيئة القضاء يعني وال يعني القانون في أدلة في براهين في إثباتات بدنا نتبع، ولكن إنه ما بيمشي الحال إنه قيل عن قال أو سمعت أو ما عندي أي دليل يعني كمان حتى نكون كيفورك المسيان لديه نشاط أيضا كيفورك يعني، وفي فرق كمان هاي نقطة تانية طرح سيادة العقيد إنه بين المدنيين والمحاسبة وبين يعني المنتسبين لأجهزة الاستخبارات اللي بتقوم بهذه الجرائم. بالنسبة للولاية القضائية العالمية، أول شيء الدبلوماسيين وحتى بشار الأسد يعني كونه هاي هم في عندهم حصانة جزئية إذا عم مارسوا عمله، ولكن هن بشكل مباشر ما كانوا يعني هن جزء سياسياً جزء من أكيد هم مجرمين يعني بوجودهم ودعمهم للنظام أكيد السوري بهاي الجرائم والدفاع عنه، ولكن هن بشكل مباشر ما قاموا بجرائم ضد مدنيين يعني ما كانوا لم يعتقلوا أشخاص لم يعذبوا أشخاص لم يقتادوا لم يحققوا مع أشخاص مدنيين بهذا المعنى. ولذلك انه كمان المسؤوليه وقت بتوقع يعني التواطؤ والاشتراك بهي الجرائم وتحديدا ما تنظر المحكمه بكوبلينز هي جرائم القتل والتعذيب والحرمان من الحريه والمعامله اللا انسانيه، اي وقت بيكون في ادله تثبت هذه الجرائم على كائنا من كان القضاء عم بيتحرك فورا، وهذا الدليل انه صار التحرك واعتقال الطبيب ورد تجديد الاعتقال وستكون هناك محكمة قريبا، وانا بتمنى انه فعلا وقت في ادلة بهذا الخصوص بهذا الموضوع في شيء ينظر فيه انه كلياتنا كفريق يعني كل السوريين كل الحقوقيين موجودين في اوروبا من اللي عم يشتغلوا على هذا القضية ما بتصور حدا منهم يتأخر بي على هيك موضوع. فلنقرأ ما كتبه الدكتور علي دياب على حسابه في فيسبوك، يقول: أرى أن محاكمة إياد غريب محاكمة كافكاوية بامتياز، وهي ليست محاكمة مجرمي نظام الأسد بل محاكمة للمنشقين عن هذا النظام، ومن المعيب الترويج لها على أنها انتصار للعدالة المطلقة، هي ببساطة عدالة حوراء. ما تعليقك أستاذ أنور، هل هي عدالة عوراء فعلا كما يتم وصفها من قبل السوريين؟ تحياتي. أنا بعتقد أني ربما في يعني يمكن واجبنا أن نصدر المعلومات بشكل أوضح حول مفهوم المحاكمات التي تجري وفق الولاية القضائية العالمية. حكى سيادة العقيد على موضوع مجدي نعمة أو المعروف بإسلام علوش، هو لم يعتقل في فرنسا لأنه ينتمي لجيش الإسلام أو لأنه حارب النظام، هو تم توقيفه بسبب انتهاكات نسبت له قام فيها تجاه مدنيين في الغوطة. فهذا هو الإطار القانوني للقضية، لكن أحياناً الناس ما بيكون عندها كامل التفاصيل فممكن تفسيراتها بشكل مختلف. كمان خليني أقول لك شغلة تانية، أن المحاكمات ما بس بدأت تجاه المنشقين، يعني نحن بنعرف من أكثر من سنتين بفرنسا أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق علي مملوك وجميل الحسن وشخص ثالث في الجريمة المتعلقة بإخفاء مازن دباغ وباتريك دباغ، وهدول يعني كان معهم طبعا جنسية فرنسية وتم تحريك الدعوة وصدرت المذكرات بحق كبار المنتهكين في سوريا، لكن بسبب عدم تواجدهم على الأراضي الفرنسية لم يتم توقيفهم، لم يتم تنفيذ هذه المذكرات.
من 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 جانب آخر نحن بنشوف مثلا من شهر بفرنسا كان في ملاحقة لأحد ضباط الجيش الحر وتم وقف التحقيقات لعدم ارتكابه أي جرم، والضابط من الرستان، بمعنى أن لا يتم المحاسبة لأنه منشق أو لأنه حارب النظام. المحاسبة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب هي تتعلق بانتهاكات وتتعلق بحقوق ضحايا. فخلينا نحط القضية في هذا الإطار. ومن المهم كمان ننتبه على ناحية، مثلا الاختصاص القضائي بألمانيا بيسمح بتحريك هذا النوع من الدعاوي، وهم مهم نعرف أن أغلب الدول تعتبر الاتفاقيات الدولية جزء من قانونها، فاتفاقية مناهضة التعذيب أو الاختفاء القسري هي جزء من القانون الألماني اليوم، فبالتالي من ممكن جدا تحريك هذه الدعاوي. لكن طبيعة هذا القضاء الألماني أو الاختصاص الألماني أن تحريك الدعوة والملاحقة القانونية لازم الشخص يكون موجود على أراضية، لا تأخذ بمبدأ المحاكمة الغيابية، وهذا اللي بيخلي أن عدم إمكانية ملاحقة كبار المنتهكين من النظام أمام القضاء الألماني بسبب عدم وجود هالأشخاص أمامه. ففي بعض المحددات والعوامل القانونية اللي قد ما تكون واضحة للكل، وبناء عليها عم يتم إصدار أحكام برأيي هي شوي متسارعة. خلينا نرجع نحط القواعد الأساسية المتعلقة إن في ضحايا وفي حقوق. إذا نرجع لنظام روما وبيحكي على المسؤولية، وهذا مؤسس وفقا للقانون الدولي الإنساني، المسؤولية تترتب على الشخص اللي بيرتكب الانتهاكات، ولا تعتبر أوامر الرؤساء مبرر للإعفاء. وإلا إذا نجي لهذا المبدأ بيجي حتى علي مملوك بيقول أنا كنت عم باخذ أوامر من بشار الأسد بالتالي أنا لا تسألوني. لا، طالما ارتكب جريمة ففي مساءلة. هلا أكيد القرار الانشقاق محل احترام ومحل تقدير، لكن في حال كان ارتكب جرائم فهم في حقوق للضحايا ويجب الانتصاف لهم. كتب أيضا الكاتب خالد حاج بكري على حسابه في فيسبوك: المنشق لا يغفر من ذنبه ما تأخر وما تقدم، المنشق يستحق الاحترام والعدالة المحترمة بعض هذا الاحترام. عقيد عبد الجبار، كنت تتحدث لنا قبل الفاصل عن ظروف الانشقاق، تفضل وتعليقك أيضا حول كلام خالد حاج بكري. تمام، كلامه صحيح 100%، لا اعتراض على هذا الكلام. العدالة دائما هي فوق الجميع والقانون فوق الجميع، وإن لم نحترم العدالة ما هذا لا يعني بأننا لا نسعى إلى دولة يعني حقيقية ودولة تنصف الجميع. العدالة هي التي العدالة أساس الملك، أساس كل شيء هي العدالة، ولكن هناك مراعاة لظروف هؤلاء المنشقين ومعرفة ظروفهم قبل الانشقاق. يعني سأضرب لك مثلا، هناك بعض الطيارين في بداية الحراك، في بداية نهاية العام 2011 عندما بدأ النظام يستخدم الطيران، هناك كثير من الطيارين، أو أنا بعرف بعضهم على الأقل وكنت شاهدا على ذلك، قصفوا في أماكن بعيدة عن المظاهرات، قصفوا في البرية في أماكن بعيدة تماما، هم مجبرين على القصف، هم أعطوا أوامر بقصف هذه المظاهرات، بقصف هذه المناطق، ولكن لم يقصفوا ولم يقتلوا ولا شخص واحد. أيضا نحن خلال السنوات التسع الماضية خلال عملنا العسكري لم ندخل قطعة عسكرية واحدة أو لم نحرر مكان عسكري، ثكنة عسكرية واحدة، دون أن يكون لنا تعاون من قبل ضباط وعناصر داخل هذه الثكنة، وهم كانوا موجودين، ومدفعية هذه الثكنة تقصف القرى والبلدات وهم موجودين بها، ولكن كانوا يتعاونون معنا. وكثير من الثكنات التي حررناها، وعلى سبيل المثال مدرسة المشاة، عندما دخلناها كان لنا أكثر من خمسة ضباط موجودين في الداخل يتعاونون معنا، وعناصر وضباط ملازمين مجندين. عطلوا أجهزة الإطلاق في الدبابات وفي المدفعية حتى استطعنا نحن تحرير هذه المناطق. هل نحاكمهم هؤلاء على أنهم مجرمين كانوا ضمن هذه القطعات العسكرية ويقصفون البلدات والمناطق؟ سبيل مثال آخر، ضابط انشق من الفرقة الخامسة أو من الفرقة التاسعة أو من الحرس الجمهوري أو أي مكان، وهذه القطعة أو ثكنته وحدته العسكرية كانت تقتحم دوما وحرسته وحما وحمص ودير الزور، وهو منذ البداية يتعامل مع الثوار، هل نقول عنه مجرم لأن وحدته العسكرية أو فرقته أو لواءه كان يقصف المدن بالمدفعية والدبابات وارتكب جرائم بحق الناس؟ يعني يجب أخذ هذه الاعتبارات وهذه الأسباب
كلها في موضوع الانشقاق وفي موضوع محاكمة المنشقين. سأختم معك أستاذة جمانة سيف، ذكرت لي في بداية مداخلتك عن أن محاكمة أو محكمة كوبلينز، محاكمة إياد الغريب وأنور رسلان، ستكون ورقة بداية لمحاكمات أخرى. نعم. هل لديك أي معلومات تضيفيها لنا؟ بداية أولاً، المحاكمة بكل حيثياتها وما كشفته من حقائق هي ستؤسس لسابقة قضائية، بمعنى هاي كل هاي الأدلة، كل هاي المعلومات، كل ما كشف وما كشف، وهي نقطة بعتقد أنه كتير مهمة، ما تكشف من خلال الشهادات، ما تكشف من حقائق يلي بتعني كل السوريين يلي هن دفعوا الثمن من الثورة، في أثناء هاي التحقيقات والمحاكمة معلومات هائلة عن المجازر الجماعية، عن طريقة القتل، عما يجري في المعتقلات السورية وفرع الخطيب تم يعني، وما أجري من دراسات حول هذا الموضوع وصور سيزر وتحليلاتها. أنا بعتقد أنه قدمت الكثير هذا إلى أن وصلت لهذا الطريق لهي النتيجة. هاي الأدلة كلها والكل ما توصلت إلى المحكمة سيستخدم في، ممكن استخدامه في ملف دعاوى أخرى في أوروبا أو غيرها، وأنا بتوقع أنه التحقيقات أمل يعني ستنطلق في دول عدة اللي أساساً في مقدمة فيها شكاوى، مثل النمسا قريباً، السويد، النرويج، وبعتقد أنه هاي أول مرة اللي بتصير فيها إدانة لنظام الأسد يلي بتقول ما بقى ينقال بالتقارير الدولية أو وقت بده يحكوا أنه عن جرائم ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. اليوم في حكم قضائي هو محكوم مضبوط بالقانون الدولي يلي معترف عليه، لأنه هو بينظر أساساً بالكود الألماني ضد الجرائم الدولية. هذا بيقول أنه صار ارتكابات مجازر ضد الإنسانية في سوريا، في المعتقلات السورية وفي فرع الخطيب، بشكل معناته مثل ما شرح الأستاذ أنوار، بشكل ممنهج واسع النطاق. هاي ورقة ممكن استخدامها يعني أتمنى حتى السياسيين، هي إذا أحسن استخدامها وبضمن هذا الاستقبال خلينا نقول الدولي اللي استقبل فيه الحكم كأول طريقة للعدالة، أنا بعتقد أنه ممكن تحقق كثير من النتائج وتغلق الأبواب أمام نظام الأسد وتفتح أبواب أخرى للعدالة، قد تكون منها ضغوطات دولية لفتح الإحالة إلى الجنايات الدولية أو غيرها. الشيء الأساسي اللي بقول إنه نحنا نسعى ونحاول والعدالة، ومثل ما وضح الأستاذ أنور إنه خلينا شوي نكون يعني دقيقين بالنسبة لقضية العدالة والضحايا، يعني وقت منقول عدالة هي عدالة للضحايا بالنهاية، فمو نحنا اللي منقرر عنهم متى وأين وهي إذا كانت متاحة. نعم. في 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 ختام حلقة اليوم أشكر ضيوفي عبر سكايب من اسطنبول القاضي السابق والمستشار القانوني لدى منظمة اليوم التالي الأستاذ أنور مجني، شكرا لك. أيضا أشكر من مكتبنا في غازي عنتاب الضابط المنشق ورئيس المجلس العسكري السابق في حلب العقيد عبد الجبار العقيدي، شكرا لك عقيد عبد الجبار. من برلين أشكر جزيل الشكر كذلك عبر سكايب كانت معنا المحامية السورية العاملة في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان جمانة سيف، شكرا لك سيدة جمانة. مشاهدينا، كانت هذه الحلقة الأخيرة من برنامج الصالون السياسي، لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحيات. هذه تحية منتج الأعمال محمد حاج بكري، وإلى اللقاء.